الفنانة روبي تعاقدت على بطولة مسلسل دم مريم، واللي هيشارك فيه الفنانة سوسن بدر ورانيا يوسف، وهو من تأليف محمد أمين راضي والإخراج لأسامة فوزي. والمسلسل المفروض أنه هيتعرض ضمن السباق الرمضاني لـ 2017. مسلسل دم مريم ترنيمة إبليس من إنتاج أكتر من شركة، وبيشاركها في البطولة أحمد العوضي وأحمد مجدي، وحاليا بتقوم الجهة المنتجة على إنهاء التعاقدات مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة، وده لبدء التصوير خلال الفترة الجاية. وكان السيناريست محمد أمين راضي أعلن إنه انتهى من كتابة 15 حلقة من حلقات المسلسل، اللي بيعتبر التجربة الرابعة مع تاريخ راضي بعد عدد من المسلسلات الناجحة اللي قدمها قبل كده زي نيران صديقة والسبع وصايا والعهد، ودي التجربة الأولى للإخراج الدرامي لأسامة فوزي بعد ما قدم أفلام سينما ناجحة زي بحب السيما. ليها العهد، ربنا شايلها لنا للزمن اللي هو شايفه صح، للزمن اللي هو شايف فيه إن المايل الآن أوانه عشان يتعدل. محتاج أنت تقرأ العهد. ماله العهد؟ العهد لسه فيه صفح فاضية كتير مش مكتوب فيها حاجة، هكتب فيها موتك. الكفر ده ملوش غفر ولا ايه؟ خايفة، دول غدارين ملهمش امان. الحق حق ولو طال الزمن. كان في نبوءة في العهد كانت مخلية جدودي ما يناموش مستنيين تتحقق. ربنا مديني هبة ما اديهاش لحد غيري. مفيش حد بتلمسه ما بيموتش يا ابني. يعني انت معاكي العهد وساكتة؟ العهد زي ما هو كده مش في صالحنا. السر ده لو اتعرف في الكفر هنروح فيها وهيفتح علينا القديم كله. انا عمري ما قريته بس اكيد عارف. نفذ العهد، احنا اللي بنحكم بيه مش هو اللي يحكم. ده انتوا كلكم كاتبينه سوا. الكلام المباح حاضر ونعم وبس، حتى انت طرد. دم مريم ترنيمة إبليس ما كشفش عن أي تفاصيل خاصة بيه، سواء عن القصة أو الإطار الدرامي اللي حتدور فيه الأحداث. وزي ما تعودنا في مسلسلات أمين راضي اللي دايما اتعود فيها إنه يفاجئ الجمهور بأفكار مختلفة تماما عن اللي اتعود الجمهور إنه يشوفها، لكنه كشف عن الأفيش الرسمي للمسلسل. الأفيش كالعادة كان غامض زي باقي مسلسلات أمين راضي اللي اتميزت بالأحداث المتداخلة اللي بتجذب المشاهدين من الحلقة الأولى، واللي بيكون فيها عدد كبير من المفاجآت والأحداث الغريبة الغير متوقعة، وخصوصا انه المره دي بيحمل اسم ترنيمه ابليس. الفنانه روبي كمان اتعرضت على بطوله فيلم علي بابا مع محمد السبكي، وكان اخر افلامها السينمائيه هو فيلم يوم ملوش لازمه مع الفنان محمد هنيدي واحمد فتحي ومحمد ممدوح، واللي قدمت فيه دور غريب عليها زي ما عودت الجمهور دايما، وكانت بتقدم دور مجنونه. لا كده بصي زهر، خلاص بقى زق معايا اليوم بقى يا عريس مهرجانك. نار سامح نار. يا لهوي، عايش خرطوم ميه كده ماليش اي لازمه. فستانك بلدي جدا. الله الراتح اشتغل. عديها بقى عشان انا على اخري وممكن اقلبها. بتحباني في السبكونشس. انا بخاف منك. يا لهوي زق معايا اليوم ده. سامح حاضر. انت قد الكلمه دي وربنا العزاوه. لكن آخر أعمال الدراما اللي قدمتها روبي كان في مسلسل سجن النساء مع الفنانة نيلي كريم ودرة وأحمد داود وصلوى خطاب، وكان من تأليف مريم نعوم والإخراج لكاملة أبو ذكري، واتعرض ضمن السباق الرمضاني من سنتين. نعم. عايز أتكلم وياك. عايزة إيه؟ مش هقول بيكي حاجة تاني والله، حقك علي. حق عليكي؟ أنت يا بنتي ما بتفهميش؟ أنا مش قلتلك ما تجيش الأوضة دي تاني؟ مش هاخد منك هدوم تاني والله يا انسه دليل. تاني وتالت ايه؟ انا بابا خلاص هنمشيكي بكره. حقك علي. يا ربي امشي يا رضا من هنا. حقك عليا يا انسه دليل. ايه جو الافلام العرب اللي انت فيه ده؟ بدمعتين دول فاكريني حقتنا يعني؟ خلاص سيبي الهدوم وامشي. حقك علي. انا اسفه. رضا امشي من هنا. انا اسفه يا انسه دليل. ما تعصبنيش يا بنتي اكتر من كده. حقك على راسي. يا امي يا امي. النبي مش تزعلي مني. رضا انتي بني ادمة مستفزة، انا ما شفتش كده، ما شفتش برود اكتر من كده. هيدا الكلام تاني؟ هيدا الكلام تاني؟ اخرجي بره. حقك عليا مش هعمل كده تاني. يا بنتي ايه الذل اللي انتي فيه ده؟ يا مذلولة يا مذلولة. شايفة من عمايلك؟ شايفة الذل اللي انتي فيه ده من عمايلك. طب حقك عليا اخرجي بره. والنبي مش هعمل كده تاني، مش هاخد منك هدوم تاني.
والله مش هاكل منك هدوم تاني. روبي في حياتها الخاصة كانت رفعت قضية خلع على زوجها المخرج سامح عبد العزيز اللي ليها منه بنتهم طيبة، وقالت في دعوة الخلع ان المشاكل اللي بينهم يستحيل فيها العشرة بينهم، وكان اصلا اعلان زواجهم مفاجئ للجميع. وكان المخرج سامح عبد العزيز رفض التعليق على الموضوع وقال ان دي حياتهم الخاصة وما تهمش الاعلام.